طيب، الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. ما هي أسباب استمرار تدهور التيار الكهربائي في العراق؟ 81 مليار دولار صرفت على قطاع الكهرباء منذ عام 2005، والعراق بلا كهرباء بحسب لجنة برلمانية. لماذا تعتمد الحكومات المتعاقبة في العراق على الغاز المستورد من إيران لتوليد نحو 3300 ميجاوات من الكهرباء؟ وبحسب التقديرات يمتلك العراق مخزونا يقدر بنحو 131 تريليون قدم مكعب من الغاز، لكن ثمة كميات تصل إلى 700 مليون قدم مكعبة تحرق يوميا نتيجة عدم الاستثمار طيلة العقود الماضية، أي أكثر من 18 مليار متر مكعب من الغاز في العام الواحد بحسب لجنة النفط والطاقة في البرلمان. فإلى متى يبقى المواطن العراقي يعاني من مسلسل الكهرباء الذي لا ينتهي في العراق؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم. فمع دخول فصل الصيف عادت أزمة الكهرباء في العراق إلى الواجهة مجددا، لا سيما مع دعوات للمشاركة بتظاهرات تندد بالطبقة السياسية والفساد الحكومي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية، ما يفاقم معاناة العراقيين المتكررة كل عام منذ الاحتلال الأمريكي. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. أن يعاني العراق من أزمة كهرباء في العام 2021 فكرة لا تمت بصلة للمنطق، إلا إذا رأيت حال حكامه الجدد يعرف حينها السبب ويبطل العجب. إذن ليست الأزمة أزمة كهرباء، بل مشكلة فساد حكومي متجذر عاد بالعراق عشرات السنين إلى الوراء. كذلك الحال في كل صيف تبرز أزمة الطاقة الكهربائية كمعضلة عصية على الحل، لا سيما أن درجات الحرارة تقترب من 60 مئوية، ما يجعل الحياة أمراً بالغ صعوبة مع انعدام أنظمة التبريد والتكييف. وبالتزامن مع اشتداد درجات الحرارة عادت مخاوف الطبقة السياسية من اندلاع احتجاجات كبيرة في البلاد، إذ يشتكي العراقيون من قلة ساعات الإمداد بالطاقة الكهربائية في معظم مناطق البلاد. ويعاد المشهد كل عام حتى مل الشعب من الوعود الحكومية التي تكشف الأيام زيفها. وزارة الكهرباء تتحدث عن تجاوزات حكومية على شبكة الطاقة الكهربائية في العراق، إذ تمتنع المؤسسات ومقرات الأحزاب والميليشيات عن دفع ما عليها من أجور للوزارة، هذا فضلاً عن العشوائيات وغيرها. كل تلك العوامل تساهم في تقليص ساعات تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين. وبعيداً عن الأسباب الظاهرة، لا تخرج أزمة الكهرباء عن دائرة الصراع بين القوى السياسية، وهذا سبب استمرار المشكلة على الرغم من مليارات الدولارات التي صرفت عليها طوال الأعوام 18 الماضية. إيران اللاعب الأبرز في المشهد السياسي، يرى مراقبون أنها تستخدم ملف الكهرباء كورقة ضغط، لا سيما أن محطات توليد الطاقة تعتمد على الغاز المستورد من إيران، لذا تحرص الأحزاب الموالية لإيران على إفشال أي محاولة عراقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الكهرباء. من هذا كله باتت القناعة الراسخة لدى العراقيين بأن المعضلة سياسية أكثر منها فنية، فحتى لو استبدل وزير بآخر لن تحل أزمة الكهرباء بوجود منظومة الحكم الحالية. نعم، معنا اتصال أبو شاكر من الموصل. أبو شاكر، 81 مليار دولار صرفت على الكهرباء منذ العام 2005 ولغاية الآن، والعراق بلا كهرباء.
ما هي الأسباب برأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكهرباء مين بالعمي هذه التخريب هذا علني قاعد هم يفجرونها يسوونها يفجرونها يد واحدة ما تصفق ابن أخويا يد واحدة ما تصفق هذا الأزام إذا ما يقروا عليها أنا قلت لكم بيها من العام الأول قلت لكم بيها بشتى قلت لكم إياها بر بيها قلت لكم يا جماعة أمريكا إيران نصبت قواعد بالعراق معسكر أشرف وبالقائد وجرف الصخر أسعى طلعت حتى عندها طيارات مسيرة إذا ضحمنا هذا يفجرون الفراش نور المالكي أخذ الحمارة والبصرة هذا العامل أخذ كركوك وديع العراق بتقسم ابن أخوي إذا ما تندل أنت أول شاهد قسم بالله عظيم الكهرباء يضربون هذا النهار تصفق إذا الحكومة تخاف من الميليشيات بالقرآن أستع ميليشيات تصور الشارع النظرة في الحرس الثوري تشوفهم هذا الضربة هم يقعدون راح النار بعدها ورقة باحة أمريكا هم هذه حكومة انتهت إذا ما قوموا لهم بالعصي السجين قاعد يخابر بفلوس حلوة البارحة واحد طلب أحد البرامج ب500,000 دينار هذا ظلم ما ظلم هذا قاب الكهرباء هذا قاب السجون هذا قاب النفط هذا قاب المشاعات هذا يقول الميليشيات هذا شو اللي مدقنا بين هذول الميليشيات هذول الميليشيات أجلوها الرمادي وقلت لك بيها واحدهم كلها إيرانيين يجيانا فيانا نعم. والمصر قاعد يحفون علينا بس احنا ما لنا نقعد عندهم كلوها من بعد الربع من الرمادي لما ما طبوا بعد سنجار وكل حكي اللي حكي تطلع صيحاني ما خلوا لا قنب اللي نهبوا منه 1000 عجه اللي نهبوا منه سكتات هذول الميليشيات لا يقولون ذول الميليشيات هذول سوا قول لي طلعت 11 التحال ابن عمي في غبار عين ذاك يا مومط هم جو بالخير جشوا مال السنه وحطوا ولدهم بالسجن واستقاموا يقسمون بالمحافظات كل حزب له محافظات ايش يعني هل يسوون الكرم ينزل يفجرونه اطلع طياره من السياره اطلع له كماين اطلع له ضبط يعني ابو شاكر انت تشوف الكهرباء امر متعمد في العراق نعم هاي شغله متعمده ليش كذا ايران الكرم من عندها ايران ثاني امي شوف لا حتى تسمع فقره ايران تريد الكهرباء يظل من عندها دخلوا يديرون على ايران دخلوا يديرون على ايران من على طبع الخميني خلي يديرون على ايران شوف يفجروا البرج يعني يدوا واحد تضرب يدوا واحد عندها طيارات مسيره النار نعم ابو شاكر ابو شاكر من الموصل كان معنا اتصال ابو زينب من النجف ابو زينب 81 مليار دولار صرفت نعم على قطاع الكهرباء وما زال المواطن العراقي يعاني خاصه مع ارتفاع درجات الحراره نعم ابو زينب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا بك هذا الموضوع بالحقيقه يعني وبصراحه نعم يعني من المعيب أن نطرق دائما لأنه صار مسألة مخجلة حال يعني بلد نفطي مثل العراق صار له 30 سنة بلا كهرباء لو كنا احنا بادية الآن بادية وما عندنا ولا بيت ولا شارع ولا طابوقة ونترك ذيك الفترة السابقة من 2003 إلى الآن 18 سنة يعني الطفل لو مولود الآن داخل الجامعة هو محطة كهرباء ما يقدرون يبنوها أعظم محطة كهرباء بالعالم تبنى خلال سنتين 18 سنة وحسبوا دول يومية طالعين بعدد من البرامج وعدد من القنوات خبراء بالنفط وخبراء بالكهرباء وخبراء بالاقتصاد يقول لك يا با احنا سنويا بندفع لإيران ما قيمته 6,500 إلى 7,000 أو 8,000 العفو 6 مليارات الى 8 مليارات دولار لجلب الغاز من ايران وجلب الكهرباء من ايران طيب طلعوا 5-6 خبراء قالوا بس حقوق العرطاوي والبصرة وما عرفين والعمارة 5 آبار او عيون او منابع للغاز نعم. قال هذه تكريرها ومعالجتها وصير نوعين غاز للطبخ وغاز لتشغيل المحطات الكهربائية التي تعمل بالغاز يقول ما تتجاوز 450 مليون دولار وتبقى مدى الحياة
هي العملية مبيتة أنه يجب أن تسحب غاز ونفط من إيران. هذا ارتباطهم بمن؟ السبب لو 10,000 وزير، لأن الوزير ما يجيك من الهواء أو من السماء، من كتلة معينة يملون عليه يقول له عندك 4 سنين طبق ما كذا أريده من عندك، تعارض وطلعك. لو يقولوا تهمة فساد، لو يقولوا تهمة 4 إرهاب وما يخلون البلد يتطور. نعم. يعني الطامة الكبرى البارحة هاي مال القمة الثلاثية المخزية بين العراق ومصر والأردن، بشرفك نستورد كهرباء من الأردن، هو بلد فقير. هسه الأردن بالله قريب للعراق، مصر بين مصر والعراق 3,500 إلى 4,000 كيلومتر نسحب كهرباء منك، يمثلون محطات بالبلد. دول القادة المدراء على الشعب يا حبيبي أن يسور، لأن على أبو الانتخابات هي صناديق معدة من إيران وحاطين لها أسماء وحاطين لها مثل ما هذا الرئيس المفترض اللي ذاك اليوم طلعوا بإيران رئاسي ما أعرف تدريسي ما أعرف اسمه ويا ثلاثة تكنوقراط صدق يفتهمون رئيسي نعم ده خابرهم كذا رأسا انسحبوا. طيب هو يرشح نفسه على مود ينسحب، لأن إذا ما ينسحب يقتل. يردون والله تشخيص مصلحة النظام، شوف تشخيص مصلحة النظام وليس مصلحة الشعب. جابوا له قاتل يقمع المظاهرين يقتل يعذب، كان مفوض أو شيء. هنا احنا مسوينا دولة الظل ويعتبرون لحد الآن أنه احنا محافظة أو إقليم من أقاليم إيران أو الحديقة الخلفية لإيران، عن طريق من؟ عن طريق الكتل. نعم. الموجودة الآن في سدة الحكومة هي 4 أو 5 كتل رئيسة. على الشعب أن يسور، هاي مال الانتخابات واحتجاجات ذاك اليوم صندوق الذهب اسمه مجلس الذهب العالمي، يعني مو البنك المركزي أو كذا، هذا ما بي رياء ولا أرقام ثابتة. مسؤول مجلس الذهب العالمي قال في العراق في البنك المركزي العراقي الاحتياط الموجود من الذهب فقط 96 طن و113 مليار دولار، ويقول لك تقشفوا ما عندنا. تقرا الراتب، احنا راتبنا كان يوم 20 هسه قبل لحظات يلا استلمته، يعني بعد 9 أيام ذول يسرقون اموالنا رواتبنا ورواتب المتقاعدين ويدوروها ببورصة الكفاح المشؤومة المشبوهة والبنك المركزي وياخذون الريع مالها لهم. هذا حرام وكفر باطل. على الشعب ان يثور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. اشكرك ابو زينب من النجف. طبعا العراق يستورد 1200 ميجا وات من ايران، وهو يخطط لاستيراد الكهرباء من تركيا ودول الخليج والاردن لسد النقص. يعني انتاج العراق من الطاقه الكهربائيه بحسب ارقام وزاره الكهرباء تبلغ 13500 ميجا وات، يخطط لاضافه 3500 ميجا وات. وكذلك تشير التقديرات بأن حاجة البلد تشير إلى أكثر من 20,000 ميجاوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. طبعا تحدث المتحدث اليوم، استقال وزير الكهرباء إثر احتجاجات على تكرار انقطاع التيار، حيث تحدث المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى وقال بأن وزير الكهرباء ماجد حنتوش قدم استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إثر احتجاجات متصاعدة على تكرار انقطاع التيار الكهربائي في البلاد. وأضاف موسى في تصريح لوكالة الأناضول بحسب المعلومات الواردة فإن رئيس الحكومة وافق على الاستقالة التي جاءت بعد ضغوط شعبية جراء تردي خدمة الكهرباء. معنا اتصال أبو كرار. عادل من بغداد، عذرا عادل من بغداد، تفضل عادل. شلونك حبيبي؟ اهلا وسهلا بك. يا هلا بك، ان شاء الله. الله يسلمك ويخليك. انا مال ابو شاكر من ابو بشير. ايران وايران الدول احنا يا ما نتبع الدول، احنا بينا حرب تفتح الحدود العراقيه ونشتغل ضمن المنطقه وضمن المعقول لبلدنا بصوره صحيحه. احنا شعلنا بالدول الجوار، طيب اكو هجمه شيرته من الدول، بس احنا المفروض ان بلدنا احنا متين بلدنا ماكو اهله، كل ما نشتغل بكيفه. يا عمي 90 مليار دافين حتى اكثر من 90 مليار
تعرف شو 90 مليار هذاك اليوم من قطر باوروبا ومن شنو على مود 40 مليار مسوين جو محترق 90 مليار يعني يبنون البلد يعني على مود كهرباء ما يسوونه ماكو شعبي فاحنا نجي ونحشي على الدول نجي احنا خلينا بلدنا احنا نحاول على بلدنا غير اكو حكومات نعم اكو حكومات صار لها من 2003 ولغاية الآن 18 سنة غير هي تقدم للمواطن أخي الحكومة مين هو الحكومة حكوماتي وكلها عشائرنا معروفة وإحنا إحنا كبر الحكومة إحنا على وادي أدري مين جاي الحكومة مين جاي جاي من إيران جاي من السعودية لو جاي من تركيا لو جاي من الكويت إحنا ما نقود إحنا ما عدنا قيادة إحنا ناس ما قاعدين نشتغل صحيح إحنا قاعد نوصل إشارات مو كفوة احنا كل من يجر صفح كل من واحد يجر اخي عادل هذا الكلام في حال انه احنا نتحدث عن انتخابات حقيقية وشفافية وعدم تزوير احنا ندري كنا ندري انه بعد العام 2003 شلون دا تصير الانتخابات وشلون دا يوصلون الجماعة هاي حصتك وهاي حصتي واللي يطلع راسه ينذبح واللي يطلع تظاهرة يخون ويقتل المفروض احنا مجتمع بسرعه عامه احنا مجتمع المفروض يعني كل تبوع على البرامج وكل تبوع على اي قنوات العراقيه كل قاعد تبوع المفروض من عندنا احنا هسه كان مواطن احكي كان مواطن من اتكلم بالشارع او انا لازم امشي على منهج صحيح واتكلم وين افرض حتى واحد يبني وطن صحيح يا عمي احنا ما عندنا جديه بالعالم عندنا جديه بالبوق بالمشي بالاختلاط ماكو حكي عمي كلمة إله ماكو حكي يعني ألا يرجع مثل نظام صدام ماكو حكي عمي احنا ناس نريد الدولة مستقرة الشعب مستقر الوضع الأمني مستقر هذه الكهرباء شنو فدنا مونا الكهرباء الله وكيلك إذا تشتغلون جدية من خلال سنة كاملة يجهزون العراق كله بس هم ناس كلام شيء نعم يعني يعني انت تعتبر امر الكهرباء متعمد من قبل الحكومات المتعاقبه احنا لحد الان الوضع ما احنا متعاقبين احنا هسه الوضع لحد الان احنا وكل انا بيد الشعب انا احكي على الشعب ما نشرب الحكومه الحكومه تروح وتجي انا احكي على الشعب احكي على المواطن احكي على اهل البلد احنا لا ضل ساكتين ها ويا اللي يجي ياخذ فوقه وياخذ ايش اسمه ما راح نمشي امامنا ونظل الله وكيلك يجي فلان وعلان ونتعب لو نشتغل بصوره صحيحه ونجيب ناس كفؤين ونجيب ناس يخافون من الله ولازم يجي واحد يضحي لازم يجي واحد يضحي وما ما يثبت ياخذ ماكو شعج ما يضحي للبلد يصير عنده وطني يحس وطني احنا ما عندنا حس وطن عمي الله وكلك ما عندنا حس وطن انا متعايشة بالعراق وبغداد وحس وطني ما يميت انا مع الاسد يعني مع الاسد احنا مو عندنا حس وطني البلد هذا هسه متاكد هسه بيتك انت تحسن بيتك باطفالك وعائلتك بالدار ما دار بيتك مو صح عمي ولا اذا انت تعوب بيتك طاير ومش سكت تجيك الجيران ياخذون منا وياثرون عليك وياذوك ماشي يا حبيبي احنا ما نكذب ايران وايران السعوديه تركيا وتركيا الكويت احنا هاي العوفه هاي ما تكذب لديها احنا بينا حاضر نحمي بلدنا ونمشي عدل انا اشكرك عادل من بغداد كان معنا ابو كرار من كربلاء تفضل ابو كرار السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك بس احنا اخونا عادل ما عرفنا هو الحكومة ويا الشعب ما تقول له المواطن شنو علاقة الإنسان البسيط احنا سنة شعب طبعنا كتونة الأستاذ إيهاب الوزني رجالة داعب حقوق الناس الفقراء حطوطك أو كتلو احنا احنا كربلاء المتظاهرين هم 24 ساعة مهددين ما تقدر تطلع من الباب تطلع وكذلك لو تطب بيتك ما تطلع لأن الوطن إسلام مكان ياخذ فشل السحر من الله الله سبحانه وتعالى أي واحد ينصر الظالم حتى يحشر من الظالم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من عانى الظالم كده مع الظالم حتى وضع الظلم له هنيئا لهذه الحكومة العادلة يقول الشعب شو العلاقة واحترام الشعب عمي من خادم مراشد من داعش إذا ذبح بالشباب
من ما كرامه لان الكهرباء فوق داعش والبلاء والنور ماكو كهرباء والجماعه هذه شوف شوفهم بلا رواتبهم فوق المليون ونص ما مليونين لو يجي الشيخ سلام الله على ابو عبد الله يقتلونه لا يقتلون احد الطاق وان اكثرهم للحق كارهون بلا شيعه علي بابا حراميه لا اصلا لا يستحون من الله ولا يستحون من يوم الاخر ولا يستحون انت قلت صدام طاغي هذا صدام طاغي الرجال وظالم وراح تعال فضلتنا من جزاكم حبيبي من ذاك اليوم لليوم 18 سنة ويحكي على المواطن الأخ عادل الظاهر هو منتسب عند الدولة المواطن شي علاقة يا أخي المواطن رشاح بالانتخاباتك وناس طلعتك وناس ما يستنتج شنو اللي يريد ينتخبه يعني ما بقى بس سيد عبد نعم الناس تصيح بويا بويا ولا هم مو لايران ومو للدول المجاوره لا والله عم الاحزاب كلها مواليه وكلها عند الدول الخارج والله والله العظيم هم يستحون من الله ويستحون من علي بن ابي طالب في الشارع الجدي نعم زين ابو كرار هذا موضوع الكهرباء نرجع لموضوع الكهرباء انت تعتبره يعني موضوع متعمد يعني ما معقوله 18 سنة وصار فين 81 مليار دولار على هذا القطاع وما صلح شنو قابل هم يعني دا يروحون للمريخ وما وصلوا أبو كرار انقطع اتصال مع أبو كرار من كربلاء نرجع على غزوان من سامراء تفضل غزوان أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك يا أهلا بك احنا ممكن تفضل على الكهرباء اخر تفضل كان طالب معنا في الكهرباء يعني سمعت عن اخبار الجاسيه يعني في عيد يستقلونها شلون اخي غزوان ما افتهمتك اذا التلفزيون يمك نصيل الاخير الله يخليك نصيل الاخير يا اخي حتى نفتهم من عندك نص التلفزيون للأخير أخي العزيز إحنا ممكن جاي نتحدث عن الكهرباء أي إن جاي نتحدث عن الكهرباء إيش إحنا بالجزيرة الفلاح الخدمات ما إذا مو كهرباء ما تقدر نعم وجاي يعني طلعت على قناة صلاح الدين وحتى خلنا في التلفزيون وخبر يعني الكهرباء يمكن مقطوعة أخي غزوان مقطوعة خلاص ما في صار لها شقد تقريبا مدة أسبوع وزياد أسبوع أنتم بيا منطقة بالضبط احنا جزيرة السامراء نعم جزيرة السامراء نعم يعني الكهرباء احنا ما تفيد معانا نص بصير يعني جاي نصارف معانا يعني نسأل عليها نشوف تدرس اللحظة مكهرباء نعم زرعة ماية كيف متعرفة شلون الكهرباء وضح الحر هذا والله وفلوس ما سوى دير على الجاز دير على الشيء ماكو معانا خدمات ماكو الفلاح نعم الله يعينكم اي والله خلعنا نشوف كعين كنت نعم لازم اتعرف الكهرباء حين الله يعينكم والله يفرج عن جميع العراقيين أنا أشكرك غزوان من سامرة كان معنا معنا اتصال أبو شيماء من بغداد تفضل أبو شيماء أبو شيماء انقطع اتصال مع أبو شيماء من بغداد مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول أسباب استمرار تدهور التيار الكهربائي في العراق نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم مشاهدين الكرام ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا تأتي استقالة وزير الكهرباء كذلك بعد يومين من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة له إلى إقالة وزير الكهرباء ليطلق أنصار الصدر، بعدها حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستبعاد حنتوش من منصبه. طبعا يعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن الفساد المستشري في البلاد منذ عام 2003 ولغاية الآن. يحتاج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء خاصة في فصل الصيف، إذ تصل الحرارة أحيانا إلى 50 درجة مئوية كما يحدث في هذه الأيام. أواخر العام الماضي توصلت لجنة تحقيق شكلها البرلمان إلى أنه جرى إنفاق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، مبلغ ضخم جدا يبني دول وليس قطاع كهرباء فقط، منذ عام 2005 من دون تحسن يذكر في الخدمة. منذ عام 2005 ولغاية الآن 81 مليار دولار صرفت على قطاع التيار الكهربائي. معنا اتصال حسين من البصرة، تفضل أخي حسين. حسين من البصرة تسمعني؟ حسين يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع حسين من البصرة. طبعا يعتمد العراق في تشغيل العديد من محطات الطاقة الكهربائية على الغاز المستورد من إيران لتوليد نحو 3300 ميجاوات من الكهرباء، إذ يستورد 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بهدف إنتاج الكهرباء من المحطات التي جرى بناؤها عام 2009 في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي، من دون التخطيط حينها لكيفية تغذية تلك المحطات، وهو ما وصفه مراقبون بأنه أحد ملفات الفساد في البلاد عبر رهن تشغيل محطات الكهرباء للغاز المستورد. حسين من البصرة يعاود الاتصال معنا، تفضل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك؟ شلون صحتك؟ يا هلا بك، الله يسلمك ويخليك. الله يسلمك. ما هي أسباب استمرار تدهور التيار الكهربائي في العراق برأيك؟ والله احنا بالنسبه لنا استاذ عمر، بالنسبه لنا احنا بعد انتهينا كهرباء ما عندنا، لا عندنا كفيله العباس، نايم الناس بالشوارع بالليل، هاي كلها منطقتنا كلها قاعده بالبيبان، يعني صرفت لايت صارت عندنا الكهرباء صرفت لايت. هاي حكومه فاشله، يعني ما تعرف حتى يعني شلون تسوي كهرباء للمواطن. والله ما تعرف شلون تسوي كهرباء للمواطن، يعني فاشله دوم، ما تفيد هاي الحكومه. كفيلك العباس شرع اللي يطلع عليه الشعب ويطيحها كلش يقتلها بس. نعم زين. 81 مليار دولار، 81 مليار دولار، يعني اكو دول عايشه بالسنه ب 6 وب 7 مليار دولار، كهرباء عندها ما تنقطع وامورها ماشيه. 81 مليار ما تصلح الكهرباء بعد 18 سنه؟ هل يعقل هذا؟ والله العظيم نلزق وثلاثه لا كهرباء، واحد حبيبه طاهر ونظيف. نعم صح. لا نعم ابو علي، لا كاظة واحد نظيف وحليب طاهر نظيف، يعني والله العظيم يمكن اقول لك 7 مليارات وكاظة العراق كله يجيب، يعني مثل ما يقول يجيب طاقات، يعني يبني طاقات بالعراق يبنيها ويظل هو يصدر كهرباء. بس هم ذول حراميه فاشلين، ذول ما طول دخلتهم الاستثمار وقاموا يدخلون غير شغلات فما ينجحون بعد. وصدق ما حد ينتخبهم، والله ما حد ينتخبهم. على الدقة يعني أطفال لوعوها، الكبار لوعوها، العجائز الشياب الأولى، يعني كلها مرمروها. فغيرة ما عندهم، دولة ما يستحون، دولة ناس حرامية. ما في غير إلا نضحي والله قاعد أستاذ عمر نضحي وكل شيء انتهى. نعم الله يسوي لهم هذول حراميه وناس ما تدعي. يا ولا يا معمم بتحتمد عليه، يا معمم تعتمد على عمار الحكيم ماخذ الجادريه كذا بايقه وقام يبيع من عنده، تعتمد عليه من بعد على مقتدى ابد ما سوى كل شيء للشعب.
شو تسوي لهم؟ ما قلت تسوي لهم يا استاذ عمر، هم هاي ناس يعني ناس حراميه حشاك وما يسمحون والله العظيم كل غيره ما عندهم ولا عندهم نقطه شرف، بس هي نقطه لان زاعت انتهت بعد. نعم. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا اشكرك حسين من البصره كان معنا. معنا ابو ياسين من ديالى. ابو ياسين، يعني ليش من 2003 ولغاية الآن يستمر العراق باستيراد الغاز من إيران لتوليد الطاقة الكهربائية وكذلك يستورد الكهرباء، مع العلم العراق عنده 131 تريليون قدم مكعب من الغاز، يعني يوميا يحرق 700 مليون قدم مكعب، هيش تروح بالجو. أبو ياسين تسمعني؟ أبو ياسين من ديالى، انقطع اتصال مع أبو ياسين من ديالى. طبعا بحسب التقديرات يمتلك العراق مخزونا يقدر بنحو 131 تريليون قدم مكعبة من الغاز، لكن 700 مليون قدم مكعبة تحرق يوميا نتيجة عدم الاستثمار طيلة العقود الماضية. ومنذ العام 2003 ولغاية الآن تستمر الحكومات المتعاقبة باستيراد الغاز لتوليد المحطات الكهربائية في العراق وكذلك استيراد الطاقة الكهربائية من إيران، وهناك حديث لاستيراد الطاقة الكهربائية من دول عربية أخرى إلى جانب تركيا. أبو ياسين من ديالى يعاود الاتصال، تفضل أبو ياسين. حياك الله أخي عمر. أهلا وسهلا، حياك الله يا أهلا. أخي عمر، موضوع الغاز، إذا ينتجوا الغاز منين يجيبوا لإيران؟ يجيبوا من إيران الغاز؟ ينفعوا الغوات مال إيران؟ نعم. هذا إيران تفرض عليهم إذا بالزراعة وإذا بالصناعة وإذا بالغاز وكل أمور يجي إيران. لكن هو هذا وزير الكهرباء هو تلبية وطاعته لتغيير مقتدى الصدر واستقال، استجاب. يطلع يقول 80 مليار، 80 مليار. ولا وديها ما بيها مشاريع للكهرباء. قاعد يجي طرق حضر جنابك وتوجي تعيش ما تزرع الأزمة والكهرباء. أخي عمر تقبل الله العظيم، كهرباء مقصودة، كهرباء أكو، بس هم مقصودة يجيبون من إيران كهرباء، ومن بلاسبة تجي من إيران مو كاملة ما تشغل، يدفعون مليارات الدولارات الإيران ويجيبون الكهرباء من إيران، ليش ما عين مفضل يصد الكهرباء؟ لكن تشي الموضوع أخي عمر. أخ عمر، بالنسبة حتى السامع الكلاب تقاسمة العراق قاسمة هاي الكلاب، بس أكو أجلكم الله أكو كلب سمين وأكو كلب ضعيف، فهو ما شاء الله بيده 6 وزارات و54 برلماني، يكون 500 مدير عام، مو مدير عام عابر لا مال خمط بوك، فهو هذا الكلب السمين مقتدى الصدر هو سبب دمار العراق. نعم. بس ماشي اوكي، انت تحدث ولكن بدون تجاوز يا ابو ياسر. هاي اخلاقهم، هذا اللي يستحقونه. لا تنزل الى هذه الاخلاق. شعب ذبحنا يا عمر، تقبل الله العظيم كهرباء ماكو، مثل سبق الاحداث مثل ما تفضل الاخ السابق، مي ماكو، يعني شنو تقدمون للعراق ونبقى نستعمل نخزن من نفلان وعلان؟ ما تقول الخطر الله يا عمر، مو بس حتى الواحده من هاي الناس سبب دمارنا هي هاي العمايم، هاي عمايم إيران هي جاي تنفذ المشروع الإيراني مقتدى وغير مقتدى. أنا مو 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 محترم السياسيين سنة، لكن أخي السياسيين سنة هم هراني بس مو أصحاب قرار. نعم لك الحق أن تنتقد بس بدون قرار. تجاوز. نعم ما ماكو نعم. مشكلة ولكن بدون تجاوز. من هم الخط الأول؟ من هم؟ هم التحالف الشيعي احترام المذهب، هاي حزب دعوة ما دعوة، دولة وفتح دولة كلهم موضوع مشروع ياسر من الشعب، فهذا الشعب العظيم يضطرب بعد كافي يحترم معلم، ما في داعي احنا ما عندنا حسينيات ولا عندنا جوامع ولا عندنا حوزة، هذا حال العراق أصبح الشكل، والله نستعمل مقتدى والقافل الثاني ودمروا الشعب، شعب مرضوه 18 سنة يا عمر، ما ظلت عندنا قابلية، تقبل الله العظيم، حتى كنا نقدر نروح للمضمد اللي عايز نفسه، هسا ما عندنا اسم مضمد، قال متبوته العدد متبوته. لا في صحة، لا في تعليم، لا في تجارة، لا في كهرباء، لا في مي، يعني الله شو يصيفهم إذا أعطاكم نهرين عظيمين ومي ما عندنا، يعني هاي باقي الدول يتكرر المي والعشب على ما شنو؟ شنو يسوي مقتدى بالسياسة؟ يسوي الحكيم بالسياسة؟ وبيبعث الوحدة يا عمر، والله العظيم ثق بالله صح، احترام لك والسامعين، ولكن أنا هاي أتحمل الكلام، لأنه بعد ما عندنا كافية تحمل، انذبحنا قتلنا، عينك عليك يقتلون بينا.
نطلع نظاهر يقتلونا، نقعد بالبوتين يقتلونا ويجرحونا، وشنو باقي؟ مقتدى وش سوى باقي؟ هو مو سوى الانتصار قاعد السلاح واقتل الفاسدين؟ هو الوزاره منو مالته؟ مو هو السلاح مو مالته؟ قام الولد مال ابوه، قام العراق مال ابوه، خاطر الله بزعت وكل مكانك المزعيه طمام الامامه وهم احد السامع هم طايعه وحظ العراق، هم مدرسه سريه مو مرجعيه رحمه الوالديه، كافي بزعت روحنا بالسلطان العراقي؟ افغاني مدري بالجلانسي مدري ايراني، شنو هذا اللي يدير العمليه السياسيه؟ محمد رضا الثاني وكوثراني والعاملي والخزعلي، دول الجربان هم لو بيهم معك بطل وشجاع وشيك، كانوا واجهوا النظام السابق، شنو دول حسام علم؟ هو الحين ناس الجار الحين دخل الصافي، هم خونوا عملاء متمردين، قالوا العراق اللي يخون البلد شو ترجى منه؟ اللي يخون ارضه شو ترجى منه؟ اللي يخون الشعب شو ترجى منه؟ هذا العامل ما يسميه العدو الغاسم. القاتل اللي سمينا الإمام ودجال إيران الخميني المشحول طبعا سألت رأس حياتي لك عمان. أبو ياسين من ديالة كان معنا. طبعا وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي تحدث لوكالة الأنباء العراقية وقال بأن العراق يستهدف استثمار 4 مليارات قدم مكعب من الغاز بحلول عام 2024، ما يعني إنتاج أكثر من 10,000 ميجاوات من الكهرباء، مضيفا بأن الاكتشافات الجديدة للغاز الحرصة تسمح بخفض متوسط فاتورة استيراد الغاز الطبيعي على مدى الأعوام المقبلة. طبعا شبعنا من هذه التصريحات اللي بال2013 حسين الشهرستاني كان في وقتها وزير في ذلك الوقت قال إحنا العراق راح يصدر كهرباء، راح يصدرها بال 2013 في احد اللقاءات التلفزيونيه. العراق احنا اليوم 2021 والعراق يدور على كهرباء توصل 20 ساعه اليوم بالناصريه، يعني مقطوع الكهرباء نهائيا. هناك مناطق في العراق صار لها ايام ما عندها كهرباء، وحتى اذا جت الوطنيه يعني مثل ما قال أحد الأخوة حسين من البصرة، قال مثل الترافيك لايت، مثل إشارة المرور، تنطفي وترجع، ترجع وتنطفي. يعني هذا الوضع اللي صاير بالعراق مع الأسف. معنا صباح من بغداد، تفضل أخي صباح. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالنسبة لموضوعكم وهي على الكهرباء، نعم. يعني طبعا وزارة الكهرباء صرف إلها 80 مليار دولار من الاحتلال ولحد الآن. ال 80 مليار دولار اذا تشوف هسه على واقع الحال على المحطات الموجوده الكهربائيه ما جاي تكفي البلد، وتشوف احنا معاناه الناس كل صيف وحتى بالشتاء معاناه الناس مستمره. اذا الموضوع ال 80 مليار دولار يعني كلها سرقت. الوزراء اللي صاروا من كريم عفتان الى قاسم الفهداوي الى كريم محيط كلهم وزراء فاسدين. يعني احنا نسأل القضاء العراقي والنزاهة اللي هي يرادلها نزاهة، يعني ذولي وما تحاسبون الوزراء وكلاء الوزراء والمدراء العامين والمسؤولين على الاستثمارات الكهربائية، ما حد يقدر يحاسبهم، ما يقدر يحاسبهم لأن تابعين الأحزاب، وهاي المحاصصة المقيتة اللي خلتها فرضها الدستور والأحزاب الحاكمة، حزب الدعوة ومن لف لفهم والمجلس الأعلى ومقتدى الصدر وغيره، واللي يقولون احنا مرجعيات، انتم المرجعيات والقادة الأحزاب الإسلامية، ما تقدر تحاسبون الوزراء اللي تكالبهم على هاي الوزارة. يعني وين شغلهم؟ وين هاي الأموال صرفت؟ إذا احنا الوضع ما مستقر، الملف الأمني احنا نعرفه بالعراق ما مستقر، كان بذيك الفترة قبل 2017 جنوب العراق مستقر، يعني مستقر ما بي لا إرهاب لا بي ناس تتقلب على أفد مشاريع، يعني مثلا يمنعون مثل ما صار بالموصل أو الفلاح الدين أو الأنبار، يقول لك داعش ما يخلي أحد يسوي أو يستثمر أو غيره. المحافظات الجنوبية ليش ما بنيتوا بيها محطات عملاقة ما تكلف يمكن 10 مليار؟ هاي الشركات العالمية، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى والنزاهة هذول ورئيس البرلمان هم يعرفون الموضوع بفساد، فما هم فاسدين شلون يحاسبون الوزراء؟ المشكلة هسه اللي جاي يعاني منها المواطن العراقي جاي يعاني منها، لأن احنا نعرف كل الوزراء هاي الأموال اللي اكترقوها حولوها للخارج، مثل الوزير كريم محيط يمكن اشترى فيلا بأمريكا ب7 مليون دولار، يعني بس فيلا اللي الأرصدة كلها صارت لهم مال وزارة الكهرباء، اللي يعني فالناس ما تريد تشتغل، الناس تريد تدمر، وبالفعل دمروا كل المحطات القديمة في سبيل شنو؟
يصير الملجأ الأول والأخير إلى جارة السوء إيران نستورد من عندها كهرباء مثل ما موجود هسه من 2004 لحد الآن. العراق يشتري كهرباء من إيران، لأن إذا انبنت محطات حقيقية وفعالة هاي المحطات لتغذية العراق بما يحتاجه راح ما بعد نقدر نستورد من إيران. فالناس جاي تشتغل شغل صحيح، كل الأحزاب الإسلامية جاي تشتغل إن ما تصير محطات في سبيل نستورد من إيران. أكو ملاحظة يا أستاذ عمر. نعم. عفوا دكتور عمر، سد الحديثة كل الناس تعرف سد الحديثة معطل واقف عن إنتاج الطاقة الكهربائية. ليش؟ ببوابات، واحدة من البوابات واقفة يراد لها بالصيانة. فسألهم الشركات اللي أنشأتها يمكن يابانية، من كان قاسم الفهداوي محافظا للأنبار، قاسم رادهم يشتغلون واشتغلوا مؤسسات لعدة مشاريع، فمن ضمنها صار حديث على أن صيانة السد، سد حديثة في سبيل ينتج على الأقل للأنبار أو يغذي جزء البغداد في سبيل يعني يخففون على العبء الموجود على العراق واحتياج العراق يسدون فد نقص. فخاطب رئاسة الوزراء جاوبوا قالوا له هذا شغلة سياسية لا تتدخل بيها. يعني شوف رئاسة الوزراء والعاملين على رئاسة الوزراء ما يدون سد الحديثة يشتغل في سبيل يصير اكتفاء ذاتي للأنبار وجزء من أطراف بغداد. يعني فالناس ما تريد تشتغل والناس ما تريد العراق ينهض، من أم المالكي وهذه العامري وأبو فدك وبقتها المهندس ومقتدى الصدر وكل المرجعية والعمام ما يريدون العراق ينهض في وزارة الكهرباء ويصير عندنا اكتفاء ذاتي وكل الوزارات ملفاتها نفس الموضوع كلها. مثلا أنت ترى أنه أمر الكهرباء مقصود من قبل الحكومات المتعاقبة. نعم، صباح من بغداد مقصود بالدليل حتى نستورد احنا من إيران. نعم. مقصوده. أنا أشكرك. صباح من بغداد معنا أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور لجمهور الله. الله يسلمك ويخليك ويحفظك. دكتور عمر. نعم. الكهرباء تنعدل بالعراق شوكت ما تكون حكومة مو تجار. الموجودين حاليا اللي مستولين على السلطة بالعراق هم ناس تجار. التاجر هدف الربح، يعني من تجي من بداية تأسيس الدولة العراقية الديمقراطية على قولتهم من 2003 لحد الآن شقد صرفت على الكهرباء، وشوف من 1990 لحد 2003 شقد صرفت حكومة البعث وحكومة الكفر مثل ما يسمونها والديكتاتورية، وكانت عندنا كهرباء حتى على الأقل 6 ساعات ب6 ساعات أو 12 ساعة باليوم شغال. زين، هل من معقولة دولة تريد تصلح والخدمات كلها بيد مقتدى الصدر، كل الصحة والطاقة بيد مقتدى الصدر هو اللي يسوي وكله دعم المعروفة، أول سنتين من الحكومة مقتدى ياخذ كل العقود وورا سنتين يسحب وزراء وقال أنا بطلت وأنا صرت معارض، هذه معروفة عند مقتدى الصدر. زين، أكو حكومة تستورد محطات توليد بالغاز وأنت ما تنتج غاز، هذا شيء معناها من حكومة لازم اكو عقود فيها فساد واريد استورد من دولة. هذا واحد. اثنين، انا من اقيم محطات او مني استورد اجهزة كهربائية من برا غير اشوف الطاقة اللي عندي شقد، غير افرض ضريبة اذا انت دولة صحيح وتشتغل وكلكم ما شاء الله دكاترة اللي تكلمه قال لك دكتور بالاختصار، غير من تستورد مواد كهربائية تاخذ يعني كهرباء عالية، غير المفروض انت تروح تخلي ضريبة حتى ما يصير حمل على الطاقة. زين، مو عندك اوقات يكون الكهرباء الحمل على الكهرباء قليل انت تسوي صيانه؟ هذه كلها امور دكتور عمر. هي عندنا تجاره حتى الان يقول لك انا اريد اربط، اريد اربط مع دول الخليج. زين، انت غير من تريد تربط مع دول الخليج عندك خطه استراتيجيه حتى تعيد كهرباء اللي عندك؟ يعني انت معقول راح تعتمد بس على الغير؟ انا شفت ناس تشتري مواد غذائيه بس يشترون كهرباء، انا مشي الاردن ما جاي يشتري كهرباء جاي ينتج. زين، ايش وقت احنا نتطور؟ هذه الدوله اللي ما شاء الله كل ما جو قال لك انا العقل المدبر والدوله راح تصلح. زين، اكو محاسبه؟ اكو احد حاسب احد؟ انت يا مقتدى الصدر وانت يا نور المالكي وانت يا ابراهيم الجعفري حاسبت وزير جبت له يابا تعال خل حاسبك؟ لو انا طمطم لي وطمطم لك. الكهرباء ما تنعدل الدكتور عمر، ما تنعدل بالعراق. والسبب عندنا تجار موجودين مو حكومه. ما اكو حكومه، الحكومه تصلح يعني ميزانية بالله عليك 130 لو 140 مليار دولار 70% من عندها ديون،
هذا الان الشعب ايش تنطيق الى 70% موازنتك اليوم. زين ارتفع اسعار النفط، ارتفعت 35 دولار الشرط بين سعر البرميل اليوم وبين الموازنه. زين هذا ال 35 دولار وين تروح؟ سددت بيها دين؟ عززت بيها ميزانيتك؟ ما تدري. ناس صراف تجار بس يتاجرون بالبشر، نعم لا اكثر ولا اقل. انا اشكرك ابو علي من واسط كان معنا، وعذرا عن المقاطعه لانتهاء وقت البرنامج. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول اسباب استمرار تدهور التيار الكهربائي في العراق. شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.